بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج عبر قناة جوسات الأردنية. احنا الان موجودين في العاصمه عمان في ضيافه كفاءه اردنيه جديده في ضيافه مؤسسه الزهراء للديكور، ومعي الان الاستاذ نضال ابراهيم النوباني. بدايه مساء الخير يا سيدي. مساء النور هلين، اهلا وسهلا فيكم. منورنا عبر شاشه التلفزيون بالتاكيد، وانت بالتاكيد تمثل نموذج لابن البلد الاصيل، وستتحدث بالانابه عن هذه الشركه، عن اداره هذه الشركه. استاذ نضال، بدايه عرف سال المشاهدين بمؤسسه الزهراء للديكور، يعني متى تم افتتاح هذه المؤسسه، لمن تعود، ونتحدث عن الفروع وطبيعه عملكم بشكل عام وتفصيلي، تفضل. في البداية نرحب فيك أجمل ترحيب، ونرحب في قناة جوسات. هذه القناة قناة أردنية رائعة تقدم برامج محترمة مفيدة للمجتمع. بداية الشركة بلشت 2010، كان اسم الشركة ماريسا. بال 2014 تغير اسم الشركة إلى الزهراء. أصحاب الشركة هم أخوة عارف معروف عبد الفتاح حنيني ومحمد عبد الفتاح حنيني ومحمود عبد الفتاح حنيني. طبعا الشباب ما شاء الله عليهم بدأوا من الصفر، كونوا شركة في الرياض مع مصنع، وبعد ذلك انطلقوا لجدة، ومن جدة انطلقوا للمدينة المنورة، ومن المدينة المنورة انطلقوا للدمام، وبعديها اجوا على الأردن، لأنه الأردن بلد الأمن والأمان تحت ظل القيادة الهاشمية. وهاي النعمة اللي بتتمتع فيها الأردن هي اللي بتجلب المستثمرين. فطالما البلد فيها أمن وأمان إذا فيها استثمار. صحيح. بلشوا في هاي الشركة بال 2010 بعمل الستائر والديكور، ومن ثم انطلقوا إلى فلسطين وكونوا كمان شركة أخرى وفرع آخر في البحرين. أستاذ نضال، تحدث يعني عن طبيعة عملكم تحديدا، يعني هو يعني تشمل البرادي، الديكورات بشكل عام، الأباجور، يعني المجموعة كبيرة من الديكورات، نتحدث بشكل تفصيلي أكثر. حقيقة بالنسبة للأردن حاليا احنا تخصصنا في الستائر، كافة أنواع الستائر. في عندك ستائر اسمها بامبو، ستائر اسمها زيبرا، ستائر رول، ستائر معدني، ستائر خشبي، ستائر قماش. عرفت علي؟ هاي الستائر تفصل عنا وتقدم للزبون بأفضل الأسعار وأفضل التقنية الحديثة. نعم. طبعا الشركة بتعطي الزبون كفالة على هذا الشغل. معظم إكسسواراتها موجودة من المصنع في السعودية وإكسسوارات تركية. هاي اللي احنا بنتخصص فيه وبنتميز فيه عن الشركات الأخرى. طبعا في عندك أبواب الأكورديون برضو صناعة لأصحاب الشركة، المصنع في السعودية الأم يصنعوا هم أبواب الأكورديون ونوزعها على باقي الفروع. جميل. يعني هذه النجاحات سواء في الأردن أو خارج الأردن بالتأكيد هي نجاحات نعتز ونفتخر فيها. الكاميرا الآن تستعرض هذا الكم الهائل من الستائر والأباجورات. أنا حابب أسأل بالنسبة لتستعرض الكاميرا الآن هذا النوع من الأباجورات الملونة أو التي يعني تحوي رسوم داخلها، هل هي من تصنيع نفس الشركة؟ نفس الشركة طبعا. في رسوم معدنية وفي عندك رسوم على القماش حسب ما بده الزبون. مثلا أنا بدي مثلا الشعار تبعي كشركة برسم الشعار وبنطبع لهم إياه. بدي مثلا لمطبخ بنرسم لمطبخ، بدي مثلا لأطفال مثلا قيادات الجيش عملنا لهم كمان شعارات قيادات الجيش، اللواء الحسين بن علي كمان عملنا لهم شعارات. فأي شخص بده أي شعار أي بوستر احنا كمان بنطبعه على أي نوع من أنواع القماش. أستاذ نضال، يعني بعد النجاحات وبعد التألق ما شاء الله في الخليج وفي الأردن، يعني عن طموحات هذه الشركة كونك من الإدارة، يعني طموحاتكم القادمة إلى أين؟ احنا طموحاتنا القادمة انه كل انواع الديكور بجميع انواعها نشتغلها، ويصير لنا اكثر من فرع في الاردن وفي معظم دول العالم، حتى يكون اسم الاردن عالي في كل الاماكن
وفي كل المحافل الدولية، لأنه إحنا نعتبر سفراء، إحنا إن في معظم الدول العربية إحنا نعتبر سفراء للأردن ومنمثل الوجه المشرق للأردن، حتى الناس كلها كمان تعرف إنه الأردن بلد أمن وأمان وبلد فعلا يخرج أجيال رائعة، أجيال اقتصادية، أجيال تحب هذا الوطن. نعم صحيح. أستاذ نضال، نحدد للسادة المشاهدين كيفية التواصل معكم وعنوانكم و يعني أماكن المعارض، سواء داخل الأردن أو خارجها. نحدد للسادة المشاهدين، إحنا بالنسبة للأردن إنه هو بشارع الأمير محمد اللي ابتداء من شارع وادي صقرة، امتداد لوادي صقرة، والتليفونات هي موجودة على الكرت، تقدر تحطهم حتى يحطوها على الشاشة. عرفت علي إنك زي ما حكيت لك في جدة، إن في الرياض، إن في المدينة المنورة، إن في الدمام، إن في البحرين، إن في فلسطين. عرفت علي؟ هاي كلها الفروع، كمان إن مواقع على الفيسبوك وعلى الانترنت موجودة. يعني أستاذ نضال، احنا بنتمنى لكم مزيد من النجاح، مزيد من التألق إن شاء الله. في نهاية لقائنا مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله، سنة خير على الجميع إن شاء الله، وفصل الربيع القادم يعني بالتأكيد يعني الطموحات كبيرة. بدنا بطاقة تهنئة للسادة المشاهدين بهذا العام، عام جديد إن شاء الله. أيضا نعمة الأمن والأمان ماذا تهنئ لك يا سيدي؟ يا سيدي، أنا يعني بقول لك كل الشعب الأردني كل عام بخير، وبهني الشعب الأردني في العام الجديد، وبهني الشعب الأردني في نعمة الأمن والأمان، وبهني نفسي والشعب الأردني بوجود القيادة الهاشمية الفذة الحكيمة اللي ماسكة خلينا نقول عصاية من النص، وماسكة كل الأمور رغم المحيط الملتهب الموجود في الأردن. صحيح. وأنا بوجه رسالة لكل شخص في هذا البلد، كل شخص أردني، كل شخص يعيش في هذا البلد، إنه يحافظ على هذا البلد ويكون هو رجل أمن، حتى يظل الأمن والأمان موجود لهذا البلد، لأنه ملاذ لكل الدول العربية الموجودة حوالينا الأردن. وأنت شايف إنه كل اللي حوالينا ملتهبة، وإحنا اللي استضفنا كل الناس بغض النظر، وإحنا طبعا على قلبنا مثل العسل. صحيح. لكن أنا يعني أطلب من كل شخص إلا الأردن، الأردن خط أحمر، لازم إحنا نكون كلياتنا يد واحدة مع قوات الأمن، مع قوات الدرك، مع المخابرات، مع أي شخص بشوف أي شغلة مريبة يخبر عنها، حتى هاي النعمة تظلها موجودة. لأنه تتفرج مثلا بنتك تطلع الساعة 8 على الجامعة، ترجع الساعة 5، هذا إشي يعني مفتخر. نعمة. يعني أعزائي المشاهدين، كم نحن بحاجة إلى أمثال الأستاذ نضال. الله يخليك يا سيدي، يعني تمتع بالوطنية العالية، بهذا الحس الوطني الجميل. الله يبارك فيك. الله يخليك. وسعيد الله يخليك. بهذا اللقاء، شرفتونا والله. نهاية لقائي أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لكم. شكرا لكم. أستاذ نضال إبراهيم النوباني، مؤسسة الزهراء للديكور، تحدث بيننا بعد إدارة هذه الشركة. الله يخليك. نشكرك على حسن استقبال وهذا البرنامج. الله يخليك. الله يحييك. شكرا جزيلا. الله يخليك. هلا فيك.